مرحبا في برنامج يوغا في البيت. راح نكمل معكم مع شاكرة الجزر. إنها قبل هالمرة شاكرة الجزر تتعلق بالبقاء على قيد الحياة والوقوف على أرجلنا والثقة. بتكون دائما هي بالأرجل، بالركب، بهاي الأطراف السفلية. اليوم راح نشتغل على الأرجل والركب، مشان هيك شاركني هذا التمرين وانت قاعد على السجادة أو على شيء قاسي على الأرض. وكل مرة بدي لكم انه نحن عم نعمل هذا التمرين ياريت نسمع لمشاعرنا، نسمع لأجسادنا شو عم بتقلنا ونسمعهم. لما منكون عم نعمل هالحركة بالتمرين وحسينا فيها بألم، اي حركة ارجوكم لا تعملوها، خففوا منها. ما مضطرين تعملوها مثل ما انا عملتها او انه ما تعملوها ابدا. لا تنسوا هذا الشيء اللي بقلكن عليه، اي شيء بتحسوا فيه بألم لا توقفوه. هلا بنستلقي على الارض، خلي الرجلين يعني على الأرض، يكون باطن الأرض يعني لزقانة باطن الرجلين بالأرض. وخلينا شوي إنه نحن نغمض عيوننا، خلي كل الثقل نتركه على الأرض، ومثل ما قلنا باطن الرجلين خليهم ملتصقين بالأرض. نستشعر فيها نفسنا، يعني نفسنا خليه مرتاح. مثل ما قلنا شاكرة الجسد إلى علاقة بالثقة والبقاء. هلا انت مستلقي على الارض وحاطط كل حملك على الارض، شو حاسس؟ الارض شايلتك، الارض حاملتك، حاسس بالسند؟ في حدا عم يسندك من تحت، حدا عم بيشيلك، انه انت حملك كلياته عليها وهي شايلتك. هلا حط ايديك تحت رجلك اليمين وارفعها، حط ايديك تحت الركبة، واذا كنت مرتاح مدد الرجل الثاني، واذا مددتها وما ارتحت فيك تتركها متنية مثل ما قلت لك، ارفعها مرة تانية. هلأ الركبة بنرفعها على الصدر، هون عم تريح آخر العمود الفقري وكل عظام رجليك عم تشغلهم وتحركهم بهالحركة. بكل مرة بتبعدها عن الصدر بعدين بتقربها، بكل حركة هيك بتعمل. لكل حركة هيك لازم نعمل نحرك الرجل، نرفعها لفوق، هلا اخلي باطن الرجل لفوق ونزله لتحت كل ما عم نعمل. مرة تانية منكرر هاي الحركة. ما في داعي تكون اجرك مستقيمة لما بترفعها، ممكن تكون مثنية شوي، ما تخليها تزور عليها. هلا المرة الثالثة نترك الرجل فوق ومننزل مشط الرجل لتحت لعنا مثل ما قلت لك، وشرط الرجل تكون مستقيمة. كيف بترتاح اعملها، فيك تحرك الرجل لفوق لتحت بشكل دائري، كمان فيك تعمل عم ارسم هون انه اذا بدك انه حركه هيك وارسم بالهواء دائرة، هيك ارسم دوائر وانت كأني عم ترسم بالسما دوائر. يعني حركه هيك بشكل دائري، حركها اكثر من مرة. وهلا انه بعدين حركها لرجلك ومددها واسترخي. بعد ما تمددت حس برجلك اليمين، ركبتك اليمين، كيف حاسس فيها؟ بعدين وزنها مع الطرف الثاني، كيف انه التنتين. هلا الرجل الثانية نحن هلا اذا مسنية متنيات يعني رجل ممدودات بنخليهم ينتنوا، وخلي باطن الرجل لتحت. هلا بناخذ الرجل الثاني نحط ايدينا تحت الركبة وبنرفعها، والرجل الثاني خليها ممدودة إذا مرتاح، مالك ممدودة مثل ما قلنا اتركها متنية. ترفع هلأ رجلك لفوق وبتنزلها على الصدر. وهلأ لما تاخذ النفس بترفع رجلك لفوق، وانت عم تطالع النفس بتتني الركبة بتاخذها للصدر. هلأ بالمرة الثالثة بترفع رجلك لفوق وبالقدم تعمل حركات لفوق ولتحت، بعدين بتدورها للرجل. ممكن انه رجلك ما تحس فيها انه براحة لان الرجل اليمين مختلفة عن اليسار. بعدين دوائر، اول شي بنبدأ بدائرة صغيرة صغيرة، بعدين انه بنكبرها. الطرف الثاني،
هلا حرك رجلك بعدين مددها مثل ما قلت لك، اذا حابب خليهم ممدودات، لا اذا ما بتحبهم بتحسهم اتنيهم وخلي باطن الرجلين على الارض، حط ايد على البطن وايد على الصدر. هلا دقق على الحس اللي انت عم سويته والتمرين اللي عملناه بالرجلين، دقق على هذا الاحساس شعور فيه. اترك كل الحمل وانت عم يعني عملت بعد هذه الحركات، اترك كل الحمل على الأرض، خلي كل الثقل تبعك على الأرض. راقب النفس اللي عم تاخده وطالعه، فيك تبقى هيك متسطح يعني بهالوقت، استرخي. هلأ جسمك وانت بهالحالة عم يرجع حاله للحالة الطبيعية اللي كان فيها تماما مثل المصنع. وهلأ بمساعدة إيدينا راح نوقف على نقعد القعدة تبعيتنا ونقعد بهاي الطريقة. أتمنى تكونوا أنتوا استمتعتوا بهالتمرين، أتمنى لكم يوم سعيد. شكرا لكم، شكرا لحسن الإصغاء والاستماع.